طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، رحلة عذاب لا يعرفها إلا المسافرون عليه يومياً. البداية من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة إلى مدينة بنها. فالطريق على مسافة 45 كيلومتراً يشهد زحاماً وتكدساً مرورياً غير عادي، يقطعها المسافر في أكثر من ساعتين خاصة في فترات الذروة. ومن هنا بدأ التفكير في إنشاء طريق شبرا بنها الذي يقضي على معاناة أكثر من 150 ألف سيارة يومياً، وبدأ العمل به في عام 2014. المحور الجديد يعد أول طريق زراعي حر في مصر، يمتد بطول 42 كيلومتراً ويتكون من 4 حارات في كل اتجاه بعرض 3 أمتار و75 سنتيمتراً للحارة الواحدة. يعتبر شرياناً يربط بين دائري القاهرة الكبرى والدائري الإقليمي، ويرتبط بطريق بنها الزقازيق الذي يتقاطع معه كوبري علوي. ويشمل الطريق الجديد 42 كوبري و22 نفقاً لخدمة حركة المشاة بالتجمعات السكنية. وتستغرق الرحلة عليها 20 دقيقة فقط، ويخدم ملايين المسافرين. وبلغت تكلفته الإجمالية 3.3 مليار جنيه، بجانب 1.7 مليار جنيه قيمة تعويضات تم دفعها للأهالي. شبرا بنها الحر عمل إنشائي ضخم، حيث تم استخدام 15 مليون متر مكعب من الأتربة، والتي تمثل ثلث الأتربة المستخدمة في إنشاء السد العالي، وذلك لإنشاء الجسر الترابي لمسار الطريق، و460 ألف متر مكعب من كميات الخرسانة المسلحة، و84 ألف طن حديد تسليح، و12 كيلومتر أنفاق لتسهيل الري للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأيضاً 2600 متر طولي لتغطية المصارف وممرات المياه. ومن المتوقع أن يغطي الطريق تكلفته خلال 7 سنوات. الطريق الجديد بمثابة شريان ربط بين دائري القاهرة الكبرى والدائري الإقليمي، مما يجعل المتنقل بين محافظات الدلتا لا يضطر للدخول إلى القاهرة ويعاني صعوبة الزحام والتكدس. هنكمل بناها.